تتماشى مدينة لوسيل مع رؤية الوطنية 2030 بتطوير العنصر البشري المحلي وتوفير أفضل سبل التعليم لجميع السكان، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي على مستوى الدولة. سيكون في مدينة لوسيل مجموعة من أفضل المؤسسات والمرافق التعليمية المحلية والعالمية، ابتداء من رياض الأطفال إلى الجامعات، حيث بدأت بعض المؤسسات بالقدوم إلى المدينة. إحنا جامعة وطنية قطرية ولكنها جامعة خاصة. حالياً تقوم جامعة لوسيل بطرح 6 برامج أكاديمية، قمنا بقبول بأول فصل دراسي خريف 2020 ب 935 طالب وطالبة، تقريباً 47% منهم قطريين و 53% غير قطريين. هناك توجه من وزارة التعليم والتعليم العالي بفتح عدد من المدارس، ووجود جامعة لوسيل في مدينة لوسيل هاي بعطيها إضافة نوعية للمدينة وللجامعة. قطر واحدة من المحاور الرئيسية فيها التنمية البشرية، فجامعة لوسيل حتقوم بطرح البرامج الموجودة حالياً وبرامج مستقبلية للتنمية البشرية للمواطنين وسكان دولة قطر. يشتمل مخطط لوسيل على 26 مدرسة وجامعة لحوالي 26,000 طالب لتلبية احتياجات المجتمع المتنامي، بحيث تم توزيع هذه المرافق التعليمية بعناية فائقة لتكون قريبة من المناطق السكنية.